اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. السبايسز بتاعت كل اسبوع مساء كل خميس، التوابل والفلفل والشطه والحاجات الحلوه اللي بيجيبها لنا الصديق العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ سامي عبد الراضي اللي بشرف ومنور. مساء الفل يا استاذ تامر، منور الدنيا كلها. ازيك يا حبيبي؟ مساء المونديال. مساء المونديال. هنبتدي مونديال. يا ريت والله، بس انا محضر لك بس شويه حاجات بره المونديال. عارف ان الناس اتروقت من الفقره اللي فاتت. طبعا من ولاء عامله اداء حلو جدا. نبدا سيدي يا حبيبي يا عم تامر من هاجر. بنوته هي بلوجر وعندها حوالي 3 مليون متابع على الانستجرام وعلى الفيسبوك، واتفاجئنا كلنا وكل الناس والمتابعين ان اسرتها بتقول الحقيقه اتخطفت، وجوزها بيقول لو ما رجعتش انا هقطع الشرايين ايدي وانتحر. يا نهار ابيض. بعد ساعتين لقينا الادمن بتاع صفحه جوزها كاتبين انتقل الى رحمه الله فلان، اللي هو جوزها. يا نهار ابيض. حزنا على مين؟ هاجر. على هاجر المخطوفه. وزاره الداخليه تسكت؟ لا ما تسكتش طبعا. هوبا راحوا لموا الرجاله كلهم، ايه شايله بيله، لقوا يعني نصبايا كبيره حاصله في القصه. ايه طلعت بكش؟ بكش وفيها فلوس وفي نصب وقصص هحكي لك حالا. الراجل. هاجر هي بتقول ان جوزها استغل المتابعين اللي عندها وقال لهم هاتوا فلوسكم عشان اوظفها في العقارات، في الذهب، في الموبايلات، في البورصه، ولموا منهم رقم كبير وما ردوش هذه المبالغ. فالناس عملوا بلاغ، فلما البلاغات ظهرت قدام بحث الاموال العامه بداوا يدوروا على هاجر، فحصلت افتكاسه ان هاجر ايه؟ اتخطفت. وجوزها عمل فيلم ان هو انتحر. المهم الشرطه جابت الاول هاجر وجابت اخت جوزها وجوز اخت جوزها. اوكي. وراحوا العشر اشخاص اللي بلغوا اعترفوا عليهم وقالوا ان هم وادي العقود اللي احنا كاتبين بيها الفلوس، والنيابه خدت قرار معاهم وحبستهم. في نفس الوقت كان تحقيقات النيابه شغاله ووزاره الداخليه برضو كانت شغاله، وجابت الزوج اللي قالوا ان هو ايه الله يرحمه مات، طلع ولا مات ولا حاجه. وكان وطلع فيلم بس عشان يدار. كان عمل قصه الفيلم ده واختفى. يا نهار ابيض. وجابوه واتحال للنيابه العامه، والنيابه العامه بتحقق في الواقعه. واقعه كانت غريبه جدا وشغلت الراي العام على مدار 3 ايام هذا الاسبوع. بدات ب يعني اولها نصب ما كناش نعرف، وثانيها نصب، واخرها ايه؟ حبس. خبر ابيض. ولسه في ناس بتطلع فلوسها بالسذاجه دي. لا حول ولا قوه الا بالله. الناس ما بتتعلمش، وطالما الطماع موجود فالنصاب بخير. طبعا. بس يعني طبعا. دي قاعده لازم يعني احنا ياما شفنا مستريحي الموبايلات، مستريحي اسف البهايم بتاع اسوان، مستريحي مش عارف ايه، مستريحي ايه، وناس ما بتتعلمش. يعني اللي بياخد منك 1000 جنيه عشان يوظفها زي اللي بياخد مليون عشان يوظفها، هما الاثنين نفس الخطوات ومحدش مليون في المية. محدش بيقدر يسد ولا يتابع ولا يلعب. انا بستغرب ان الناس ازاي تفرط في شقة العمر بالسهوله دي. يعني فيش ضمانات، وناس تعرفها من على السوشيال ميديا، وبلوجرز على انفلونسرز على كلام كله افتراضي، كلام كله افتراضي بهوى. صح صح. حاجه الحقيقه تحزن. نتمنى الناس تبقى حريصه في فكره التعامل مع الناس الموجوده على السوشيال ميديا. الواحد والله اكتر حاجه بتحزنه انه انا متخيل حاله الناس دلوقتي. انت عارف دلوقتي الحصول على الجنيه صعب في اليومين دول. صح. فالتفريط فيه بالسهوله دي حاجه صعبه قوي. صح. قوي. ربنا يعافينا. من هاجر هروح لواحده تانية. هي للاسف كانت قبض عليها من فتره برضو. بنت كانت تظهر في وكاله البلح وبتبيع منتجات تجميليه. يا ده انا زعت الخبر بتاع القبض عليها من فتره. الله ينور عليك. ما هي طلعت النهارده، انا شفت فيديو قبل ما اجي لك على طول بساعه. حد من حبايبي بعت لي الفيديو ده. قمر فاتحه محل وحد بيسالها على روج ايطالي، فالروج الايطالي قالت له هجيبه لك قريب، قال لا مسجل لها. فبيقول لها بكام؟ قالت له لما يزيد قوي يبقى ب 35 جنيه. هو اصلا سعره من 400 ل 500 جنيه. بكام جنيه؟ بتكلم جنيه؟ ما اعرفش. بكام جنيه؟ بتكلم جنيه. انا جالي شلل في لساني من ما اعرفش لو الفيديو جاهز. استنى. طبعا معانا هنس الفيديو. تعالى ورينا الاخت القمر. لا ما عنديش روش كيكو والله، بس هجيبه لكم النهارده. طب وعامل كام؟ لا ما قلتش سعر عشان ما اعرفش سعره. لما تجيبيه؟ لما اجيبه. طب في حدود كام مثلا؟ لا
يعني مثلا هو يوم ما يزيد هيبقى ب 35 جنيه. تمام ماشي. ده يوم ما يضربوا الدم يوم يعني. يوم ما يضربوا الدم يبقى 35 جنيه. بعد الدولار وبعد يعني هيبقى يا نهار اسود. شوف لما يزيد بقى يبقى 35 جنيه. فانا بامانه اعتقد الجماعه بتوع مباحث التموين ما بيهزروش في حاجات زي دي. وقبضوا عليها قبل كده. فان كان الناس في ناس غلابه بتقدر تروح للبنوته دي وتشتري منها فده بيحصل ضرر وامراض جلديه طبعاً ومشاكل كتير. طبعا اكيد لا مواصفات ولا خواطير ولا تحت السلم. تحت السلم يعني كيكو اللي هي اتكلمت عنه ايطالي. معقوله التجربه القاسيه اللي مرت بيها ما علمتهاش. فالمفترض الناس تتعلم. يعني احنا بنتكلم برضو هنا على فكره السوشيال ميديا زي يعني الست دي انا مش فاكر فاكرين وقعتها ولا انا شرحتها لكم او قلتها لكم في البرنامج تقريبا من حوالي 6 7 اشهر كده. قلت لكم البنت اللي اسمها قمر اللي كانت بتنزل تبيع ادوات ميك اب في الوكاله وكانت حاطه الحاجات على فاصة طماطم وبتاع وتقول لهم الروج والرجاجو والخدودول بتاع والحاجات دي وهزرنا واتريقنا وبتاع. قلت لكم اتقبض عليها لانها بتتاجر تجاره غير مشروعه لانها بره الاوراق وبره المستندات وبره الحاجات القانونيه. واتقبض عليها وخدت يعني وقتها في التحقيقات ومش عارف ايه يعني نتيجه التحقيقات لكن في النهايه تم اخلاء سبيلها. فقلت ان ده درس قاسي ليها وانها مش هتبطل انها لازم تبطل تهزر في المسائل القانونيه دي. فاتمنى يكون الفيديو ده هزار ما يبقاش بجد وبتاع لانها كده هتحط نفسها تحت طائله القانون تاني. للاسف الفيديو يعني هات وخد. هي مش بتهزر مع حد. زبون بيتكلم معاها وبيسالها عن سلعه والسلعه دي بتقول له لما يزيد هيبقى 35 ماشي جنيه. بس خد بالك برضو ده فيديو يا سمسم يعني ممكن جدا لو حد بدا يا جماعه انا كنت بهزر مع الزبون لكن الروج لما اجيبه ثمنه 400 جنيه وادي فاتورته لو هي ماشيه صح. لو ماشيه صح لو ماشيه ولما يروحوا يشوفوا لو فيه هزار يبقى احنا ده لو طلع روج اساسا لو طلع روج نقول له احنا اسفين يا قمر احنا اسفين يا صلاح احنا اسفين يا صلاح. طيب انا هوديك يا سيدي بعيد عن السوشيال ميديا يعني هنروح اسوق اسنا يعني اسنا عند هويس اسنا كان في فيديو غريب جدا وصعب جدا ومفهوش انسانيه ب 2 جنيه. ليه؟ اتمنى لو انس جاهز الفيديو جاهز يا باشا اتفضل عليك. ده ايه ده بقى؟ طيب عارف السبق اللي بيحصل بين العربيات في الشوارع عادي؟ هو ده سبق بين باخرتين سياحيتين في قبل ما يخشوا علشان ايه؟ الحق اخش الهويس. على الهويس بتاع اسنا. مين فينا اجدع بقى؟ يعني دول بيزنقوا على بعض؟ بيزنقوا على بعض تخيل في قلب النيل وعندهم ناس اعتقد ممكن يكون سياحه مصريه طبعاً. او عربيه او اجنبيه ارواح يا سيدي ارواح وخلاص بشر موجوده يعني الرئيسين بتوع المركبين بيزنقوا على بعض عشان يعدي مركبته الاول بالهويس يعدي بالباخره دي يعدي الاول ياخد خطوه قبل الثاني ويوصل له الصيغه دي تمام. انا كنت شايف ناس بالصدفه بتصوت في النص ايوه ما هو بالصدفه كان في مركب صيد من سوء حظه ان هو تواجد في المساحه اللي ما بين الاثنين يا نهار ابيض لا عرف يرجع ولا عرف يطلع وفضلوا يضغطوا عليه لحد ما الفلوكه بتاعته اتفرمت تمام. طبعا الفيديو انتشر على السوشيال ميديا ووزاره الداخليه جابت الاثنين و الرئيسين طبعا قائدي الباخرتين وخدت اجراءات ضدهم. انا يعني حقيقي لازم يطلع بيان من وزاره السياحه يطلع بيان من النيابه نشوف التصرف اللي حصل ده السبق اللي حاصل في نهر النيل ده. بس خد بالك قصده سببه ايه مش عارف فكره البيان هنا يا استاذ سامي يعني قصده دي رعونه من الناس دي لازم تتعاقب ولازم طبعًا. تبطل شغل ما يشتغلوش الشغلانه دي تاني قولا واحدا. انت عارف انا قلبي اساسا قاعد في الحاجات دي
عقاب صارم لدرجه ان هم ما يشوفوهاش تاني، لان دول غير امناء على ارواح الركاب اللي معاهم. افرض مثلا دخلوا في بعض ومات. لا طبعا انا بكلمك على بس على فكره البيان دي ليه، لانه هنا في الشركه او الباخره او العائمه او بتاع ما لهمش علاقه زي السواق. لا لا انا هنا بتكلم على فكره البيان بمعنى ايه. ان احنا توقفنا عند فكره القبض عليهم وشكرا، انا ما جاتليش معلومه تاني. لا حد ظهر له معلومه تاني. لا انت قصدك ان لازم نعرف نتعامل معاهم ايه. بيان اضاحي يكشف لنا ايه السيناريوهات اللي حصلت قبل كده. هل الشركات اللي هم تابعين ليها، هل اصحاب البواخر دول مشوا الناس دي ولا لسه موجودين؟ هل اتعاقبوا ولا ما اتعاقبوش؟ والناس قالت ايه؟ مش فكره بيان ان احنا عملنا كذا، لا انا عايز معلومات اعرف من خلالها ايه التصرف السليم اللي حصل عشان يعاقب الناس دي وده ما يتكررش تاني. متفق معاك طبعا. وصاحب الفلوكه بيقول لك اتفرم ربنا نجاه، طبعا هو اللي معاه نجا من الموت، ولكن بس الفلوكه راحت واضح انها خلاص. مع السلامه. هيتعوض اكيد، ولكن هنا الادب والعقوبه لازم يكونوا حاضرين في ظل مشهد غير انساني حصل. متفق معاك. طيب انا هاخدك من المشهد اللي ما فيهوش ضمير ولا انسانيه، ده المشهد يعني اديني بقى حاجه فيها ضمير. حاجه ما بتحصلش. قصه زميلنا احمد عبد الغفار، ده هو شاب شغال في قناه من القنوات الفضائيه على الاوتو كيو، وتخيل عنده قط عايش معاه من وهو في ثانوي، النهارده بقى له 20 سنه عايشين مع بعض. حلو. احمد معايشات يوميه مع القط لحد ما القط كبر، الشيخوخه فرضت نفسها عليه، فقد السمع والبصر واسنانه وقعت القط. ونصحوا احمد كتير ان هو يديله حقنه الرحمه، مرضيش وفضل معاه لحد ما القط يعني فضل ينازع حتى نفوقه ورحيله اعتقد من 4 ايام. وهنا الزملاء اعتقد انس وعادل حبيبنا محضرين فيديو، يا ريت نشوفه. دي مراحل القط من 2008 و2010 و2015 2022. يا لهوي. فعلا القط شكله عجوز. شكله عجوز. انت لو شفت الفيديو يا استاذ تامر، القط كان بينازع في لحظاته الاخيره كانه بني ادم بيموت. وريني كده. موجود عندنا. يا جدع يا قوي يا بطل، دي من يومك وانت جبل، ده انت اللي بتوينا قطان وانا السفينه، هتزق نفوق ونعد الموج بكره ما يعود. هو طبعا احمد كان نشر، على صفحته، احمد نشر على صفحته فيديوهات كتير منها اللحظات الاخيره لحياه. واضح ان الناس كانوا متابعين جدا العلاقه اللي ما بين طبعا احمد يعني الفيديوهات وصلت لاكثر من 1,000,000 مشاهده. هي واضح انها علاقه عشره ووفاء حلوه، علاقه عشره ووفاء وانسانيه ما حصلتش بصراحه. صحيح. وكون ان هو يفضل حريص على القط رغم، بقول لك يا استاذ تامر، صح، عمي ما بقاش يسمع واسنانه وقعت فبدا ياكله، حاله وفاء نادره، وعنده امراض في الكبد وفي الكلى، وكان خصوصا ان احنا غالبا العلاقه دي بنشوفها دايما ما بين الانسان والكلاب. يعني المرات النادره اللي اشوفها ما بين انسان وقط. صح. فكل التحيه لاحمد وربنا يجازيك خير يا احمد، وبنوسيك طبعا يا احمد على رحيل رفيق العمر. مش يعني ربنا يعني يجازيك خير على كل اللي انت عملته في مشمش. طبعا رعايته اكيد ليها ثواب كبير. طبعا امبارح كان فيه حاجه كده ايه تضحك وتبكي. خير. زميلنا الناقد الرياضي خالد طلعت، خالد بيعمل دايما مقارنات واحصائيات جميله، فمن ضمن الاحصائيات امبارح كان غزل المحله بيلعب. حلو. فغزل المحله عمل ريمونتادا وكان خسران 2-0، كسب 3-2. تاني كان بيلعب مع طلائع الجيش. مظبوط. صح. احسنت. كان طلائع كسبان 2 وهم كسبوا 3. واحمد الشيخ اللي انا بحييه جدا، احمد الشيخ. صح. ده ولد هايل يعني، احمد لعيب كبير جدا ومر بمحطات غايه في الصعوبه. مظبوط. بالمناسبه يعني احمد الشيخ اللي استاذ بيتكلم عنه غير احمد الشيخ المشهور اللي كان بيلعب في الاهلي وفي المقصه وحاليا في المصري البورسعيدي. مش هو. لكن احمد الشيخ حاليا في غزل المحله، كان في طنطا وفي الاتحاد السكندري وفي الزمالك، وراح اكتر من فريق واستقر بيه الحال، ومتالق حاليا هداف الدوري 7 اهداف. هداف الدوري 7 اهداف. خالد طلعت يعني عامل لقطات يعني هي مستفزه شويه، قال لك احمد الشيخ احسن من ميسي.
احمد الشيخ احسن من ميسي، شارك في الدوري 7 ماتشات جاب 7 تجوان، وميسي شارك في بطولات كاس عالم مش عارف 6 مرات او 5 مرات يا دوب جاب 10 تجوان او 9 تجوان. يعني احمد معدله التهديفي احسن من ميسي. ف صفحه غزل المحله النهارده صفحه غزل المحله خدت الشغل بتاع خالد. والله طبعا لازم قبل ما نتكلم بس اسيب الاستاذ سامي يتكلم، كل ده على سبيل المزاح يعني ليس في اي سخريه من لا غزل المحله ولا من احمد الشيخ، بالعكس ده كل التقدير. بقول لك احمد الشيخ ده حبيبي، بقول لك عشان ما يزعلوش من خالد طلعت حتى ان هو بيسخر، ده هي بالمعزه كمان دي خد بالك، ده الرمز بتاع ميسي، رمز ميسي ميسي بره بيسموه ذا جوت، فهو كده بيقارن احمد الشيخ بميسي، فدي حاجه حلوه جدا لاحمد الشيخ. لا ده صفحه غزل المحله هي اللي عملت الصوره اللي قدام حضرتك كمان دي. ايوه طيب تمام زي الفل. لا ده هم عملوها فرحا باللي عمله خالد طلعت. طيب بس كده زي الفل، واخد بالك فرحوا مركبين احمد الشيخ على المعزه تمام والله. بس يعني طبعا مع الفارق في كل حاجه صح، لكن بصراحه كل التحيه اولا لغزل المحله على الاداء الرائع اللي عاملينه السنه دي، ارجنتين مصر او ايوه هم ارجنتين مصر عاملين اداء رائع، واحمد الشيخ بسم الله ما شاء الله، لان انا بحب جدا اللعيبه اللي بتلعب في انديه ما بتنافسش على القمه ومع ذلك هي اللعيبه نفسها عندها واحمد حاله انسانيه هقولها لك في سطرين. احمد والده توفى من سنه، وبعد والده ما توفى مراته توفت، وابنه جنين توفى فقد 3 في غضون شهور قليله من اسرته، رغم ده تعافى وبقى واحد من اهم لاعبي المحله واهم لاعبي الدوري المحلي. برافو عليك، تحيه ليك يا احمد يا شيخ، وهو هداف ويمكن مقارنتك بميسي ده حاجه جميله جدا. يلا شد حيلك، ميسي بيفنش خلاص. ميسي خلاص استلم انت الرايه بقى، ربنا معاك استلم انت الرايه. تمام قبل ما نختم طبعا كنا نختم بالتحية للمغرب على الأداء الرجولي وعلى البطولة اللي هم عملوها طوال كاس عالم، وامبارح عملوا ماتش عالي جدا قدام فرنسا أوي أوي. ولو الحظ كان حليفهم كان ممكن يكسبوا صحيح. وشفنا حتى الهدفين اللي جم من فرنسا اخطاء مع أخطاء وحظ زياده وتوفيق زياده حسن. فما يزعلوش، هم رفعوا راس العرب عاليا، رفعوا راس افريقيا عاليا، تحيه للمنظومه. نتمنى ان احنا يبقى عندنا منظومه، نتمنى يبقى عندنا اتحاد كوره، نتمنى يبقى عندنا تخيل اناحي ده اللي هو ممكن يبقى احسن لاعب وسط في المونديال او واحد من مرشحي ان هم يبقوا في التيم المثالي للبطوله. اناحي عنده 22 سنه صحيح. اللي احنا دلوقتي لسه لحد النهارده بنقول على ناشي. على اوباما وعمر يا عم بنقول على محمد هاني ناشي. ما انا هقول لك محمد هاني واوباما وعمر جابر التلاتة طبعا كل التحية ليهم، وثلاثة صحابي او اتنين منهم صحابي او اتنين اخواتي او حبايبنا اهلاويه وزملكاويه، بس بنقول لهم ناشئين لحد دلوقتي. تخيل فتخيل اناحي ده اللي هو اسد في وسط الملعب عنده 22 صحيح. سنه صحيح. نتمنى يبقى عندنا منظومه، نتمنى يبقى عندنا ضمير، نتمنى اللي عندنا بيديروا اتحاد كره القدم يبقوا ناس بيحسوا وشافوا التجربه المغربيه عامله ازاي. احنا للاسف دفعنا ثمن اخطاء كتير كانت النسخه دي، وما زلنا بندفع وللاسف هندفع. يا ما احنا عندنا افضل لاعب في العالم ومش عارفين نبقى موجودين في كاس العالم، حاجه أحسنت. توجع القلب أحسنت. ونرجع خطوتين، انا سامعك قبل ما ادخل انت بتقول ان المغرب احنا كسبناهم في فبراير اللي فات، يعني صلاح جاب جون بعد ما محمد عبد المنعم لعبها بدماغه، والهدف الثاني صلاح عمله لتريزيجيه وكسبناهم 2-1 في دور الثمانيه. الفروقات مش بعيده فاحنا فريقنا مش وحش، ولكن حظنا العسر ان احنا وقعنا قدام افضل فريق في افريقيا، فريق منظم جدا، فريق السنغال اللي هو كعبه على علينا. طول ما اتحاد الكره موجود مفيش انجاز، لان الانجاز لازم يجي بعدل، لازم يجي بعدل، ولازم يجي بناس لازم يبقى في عندها قلب وعندها ضمير. انا قلت جمله من يومين وهقولها تاني وانا بختم مع حضرتك، تخيل اتحاد الكره لما اتعملت الانتخابات كان المنافس بتاع الرئيس الحالي لاتحاد الكره رئيس مركز شباب ولاء الدكرور. طيب عايز حاجه مني؟ ولا انا عايز حاجه. يلا تمام، نورت وشرفت يا سيدي، شكرين، ربنا يكرمك، اشوفك على خير ان شاء الله الخميس اللي بعد الجاي. شكرا.